ليه حضرتك اخترت طب وجراحة العيون؟ بص انت لو سألتني اكتر حاجة بحب اعملها ايه في الدنيا هو شغلانة. الشغلانة دي مشبعة جدا. ليه بقى؟ لانه انت عندك جانب طبي، الجراح بيشوف بيستأصل بيقطع، دكتور البطنة بيشغل مخه يحط معلومة جنب معلومة جنب معلومة عشان يوصل لتصور ويحط خطة علاج المرض. فدكتور العين بقى عنده الاثنين، انا قاعد في العيادة بتاعتي بشوف امراض وبشخص وبدي علاج وعندي استمتاع تام ان انا اتابع المريض بتاعي ويبقى في علاقة شخصية بيني وبين المريض قد ما بقى. وفي نفس الوقت عندك عمليات نتائجها تحس بيها على طول، ما كنتش شايف بقيت شايف، كنت بلبس نظارة وفجأة أنا قاعد على البحر بجري وبلعب من غير نظارة ومبسوط. فكمان مش بس بتعمل عمليات، لا ده أنت بتعمل عمليات بتأثر في حياة البني آدم 180 درجة. أنا صراحة في كلمة حضرتك قلتها أشعرتني، يعني ما كنتش شايف بقيت شايف. يعني دي حاجة مرعبة. لا دي نعمة قوية جدا. أنا فعلا لازم مرة يبقى كده وأتفرج الإحساس بتشوف ده كل مرة، بتشوف في عينيهم كل مرة ازاي حالتهم النفسية بتتغير، ازاي حياتهم بتتغير. دلوقتي يمكن مفيش ناس كتيرة بيستنوا على المية لما تستوي كده، بس في الصعيد بيبقى في حاجات كتيرة كده بس بتحس. بس كمان برضو دي فرصة ان انت تحس قد ايه ان انت صغير وقليل، وتحس انه كل مرة بتخش حاجة زي كده بتقوي علاقتك بربنا، انه انت كبني ادم ضعيف وانه نعم ربنا علينا كتيره جدا وانه يقدر يدينا الحاجه دي. ولما تشوف التشريح وكده لا الشغلانه ممتعه جدا، يعني بتحس انه لا انت بتشبع على كذا مجال خلاص مش عاوز حاجه. بس كمان انا عندي حاجه حلوه، انه كان في بوصف يعني بطبيعه شغلي في الجامعه بيبقى عندي فرصه ان انا احتك بدكاتره لسه في سنه رابعه ودكاترة امتياز ونواب وناس أصغر، وعندك إشباع تاني بقى بره قصة الطب، إن أنت بتحس إن أنت بتسيب بصمة في الناس، إنه لا الناس دي بكرة تطلع دكتور. يمكن اللي في سنة رابعة ده مش شرط كلهم هيطلعوا دكاترة ترامد، أغلبهم مش هيطلعوا، بس بتسيب بصمة في طريقة تفكيرهم وطريقة تعاملهم مع الدنيا والطب. إنه كتير جدا بيجي ناس كانوا كده دكتور كريم مش فاكرنا إحنا كنا مع حضرتك في سنة رابعة، و هذا دلوقتي دكتور قلب ولا دكتور أشعة، وإحنا الكلام اللي قلته لنا ده بنشتغل بيه. فعندك إشباع تاني بره الإشباع الطبي إن أنت بتسيب علامة.